السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وتتابعون فيها. المنتدى يلوح بإطلاق حراك سياسي واسع احتجاجا على تراجع الحريات ويصف القضاء بغير المستقل. الوزير الأول يحيى والحدامين يدشن جسر كامور على طريق الأمل بولاية العصاب وسط البلاد. حركة أنصار الدين تبث شريطا لخمسة جنود من الجيش المالي مختطفين لديها في شمال مالي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال الرئيس الدوري للمنتدى صالح الحلنا إن النظام بدأ اتصالات جديدة مع المنتدى بإشراف من الوزير الأمين العام للرئاسة ولاي محمد الأغضف، مشيرا إلى أن هذه الاتصالات قائمة لكنها لم تحقق تقدما بشأن الحوار. المنتدى ما زال مستعد للحوار، ويعتبر أن الحوار هو الآلية الوحيدة الأنسب للخروج من الأزمة الحالية، وما زالت الاتصالات قائمة. طبعا نتمنى أن توفق أخيرا في الوصول لتنظيم حوار حقيقي يخرج البلاد من أزمتها، وهذا الاستعداد سيبقى موجود وظاهر عن التواصل أيضا قائم بشكل أو بآخر من أجل تذليل بعض الصعوبات من أجل تنظيم الحوار، وبالتأكيد نحن نتمنى أن يكون هذا الحوار. لا أعتقد أن فيه جديد يمكن التعبير عنه، ما فهم شيء جديد، وعندما يحصل إن شاء الله شيء جديد سنضر نطلع عليه الرأي العام، نطلعكم عليه في الوقت المناسب. وقال والحنان خلال مؤتمر صحفي أن مستوى الحريات آخذ في التراجع، متهما النظام بالتضييق على أنشطة الأحزاب وملاحقة المعارضين. ولوح والحنان ممهدا بخراط المنتدى بكل أجنحته في حراك سياسي وحقوقي من أجل فرض احترام الحقوق والحريات ووضع حد للتدهور الحاصل. شهدت الساحة بالأسابيع الماضية موجة جديدة من الاعتقالات الغير مبررة تستهدف أساسا الشباب. هذه الاعتقالات كان إلى حد ما مسكوت عنها باعتبارها جزء من ممارسة ما هي مبررة ولا هي مقبولة لغير ما تصل للمستوى اللي وصلته اليوم. لكن أن تصل هذه الاعتقالات العشوائية ما هي مبررة لاستخدام القضاء فيها بشكل سافر وبصدور أحكام كبيرة على مجموعات من الشباب ما عندها ذنب يكون أنها عبرت بأساليب ديمقراطية عن رأيها، هذا في الحقيقة يبين أنهم إرادة حقيقية للتضييق للحريات وخاصة حرية التعبير. حادق والتقدم بإطلاق سراح المعتقلين من حركة 25 فبراير دون قيد أو شرط باعتبارهم سجناء رأي، مشير إلى أن ما وصفه بالأحكام القاسية بحقهم لا تتناسب مع التهم الموجهة لهم. ورفض الحزب في بيان صادر عنه ما سماه توريط القضاء في الصراعات السياسية واستغلاله من طرف النظام لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين، معتبرا الأحكام تأتي في سياق السياسة القمعية التي ينتهجها النظام، واصفا ما اعتبره مسعى من النظام لاستئصال آخر المكاسب الديمقراطية مكاسب الديمقراطية عفوا، وبأنه رسالة سلبية واضحة دحرجها عن وعي لتصل إلى من يهمهم الأمر بحسب نص البيان. دشن الوزير الأول يحيى والحدامين جسر مدينة كامور بولاية العصابة، والذي يبلغ تمويله 1 مليار أوقية وتنفذه إحدى الشركات القطاع الخاص الموريتانية. ويتألف الجسر الجديد من 6 فتحات ويصل طوله الإجمالي إلى 100 متر وعرضه إلى 7 أمتار مع رصيفين بعرض متر لكل منهما. وتكمن أهمية الجسر في كونه يربط العاصمة نواكشوط بالولايات ذات الكثافة السكانية من البلاد، حيث يشكل ممرا شبه إجباري وخصوصا في موسم الأمطار للسيارات المتوجهة إلى الحوضين وأجزاء واسعة من العصابة وكذا إلى دولة مالي المجاورة. أكدت حركة أنصار الدين الطوارقية الناشطة في إقليم الزواد أنها تعتقل 5 جنود من الجيش المالي، وبثت شريطا مصورا للجنود الذين تم أسرهم في عملية إمبالا في 19 يوليو الماضي. نتابع.
بثت حركة أنصار الدين الطارقية شمال مالي صورا للجنود الخمسة الذين تمكنت من أسرهم في عمليتها التي نفذتها ضد حامية إمبالا العسكرية في 19 يوليو الماضي. وتضمن الشريط الجديد حديثا للجنود وهم يقدمون أنفسهم ويعرفون على وظائفهم وأرقامهم على قوائم كشوف الجيش المالي، ويوضحون مهمة التأمين التي أسندت إليهم، وهم 3 جنود ورقيب أول وعريف. وأعلنت الحركة في وقت سابق أن العملية التي شنتها خلفت 20 قتيلا واقتناء معدات وإتلاف أخرى في مكان الحمية العسكرية. وكانت أنصار الدين قد صعدت هجماتها خلال العام الجاري بشكل غير مسبوق، وتمكنت من اختراق تحصينات الجيش المالي وقوات برخان الدولية، ونفذت هجمات نوعية في عمق الأراضي المالية. وكانت السلطات المالية قد جددت حالة الطوارئ في البلاد، فيما تحاول الحكومة المالية تعبئة المجتمع الدولي لدعمها في مواجهة الهجمات المتعددة والصراع المسلح المستحكم منذ عقود في إقليم أزواد، والذي يعرف اضطرابات مستمرة وانقساما حادا في تياراته ونخبه إزاء المساعي التي كانت تشكل مطلبا إجماعيا للحركات الوطنية الناشطة في الإقليم منذ 50. أصدرت وزارة التدريب الوطنية النتائج النهائية للدورة التكميلية لامتحانات البكالوريا لمختلف الشعب العلمية والأدبية بعد أسابيع من إعلان نتائج الدورة العادية، فيما أظهرت النتائج تراجع مستويات النجاح وبقائها دون حاجز 10%. نتابع. أعلن الخميس عن نتائج البكالوريا في دورتها التكميلية بعد أسابيع من إعلان نتائج الدورة العادية، فيما أظهرت النتائج تراجع مستويات النجاح وبقائها دون حاجز 10%. وبلغ عدد الناجحين في الدورة الثانية 2414 من أصل 2852 تلميذا، أي نحو 6% من عموم المترشحين الذين أجروا الدورة التكميلية في مختلف شعب البكالوريا. ووصلت نسبة الناجحين في الدورة الأولى من امتحان البكالوريا في عموم موريتانيا إلى 6% فقط، فيما يشكل تراجعا ملحوظا بالمقارنة مع الناجحين في الدورة الأولى خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة الناجحين حينها 7.5%. وبلغ عدد الناجحين في شعبة الرياضيات 17%، تليها شعبة الآداب الأصلية بنسبة 6.4%، فيما حلت شعبة العلوم الطبيعية في المرتبة الثالثة بنسبة تصل 5.4%، فيما حلت شعبة الآداب العصرية في المرتبة الأخيرة من حيث نسبة النجاح بواقع 2.3% فقط. وبلغ عدد المتغيبين عن الامتحان نحو 3329 من أصل 45,020 مترشحا بنسبة 8% مقابل 2631 هم عموم الناجحين بنسبة 6%، وهي النسبة نفسها التي تأهلت للدورة الثانية من الامتحان. وبلغت نسبة الناجحين في مسابقة دخول المرحلة الإعدادية 27% من المشاركين، حيث لم يتجاوز عدد الناجحين 13,865 تلميذا من أصل 51,581 تلميذا تقدموا للمسابقة، ولم يتجاوز عدد من حصلوا على معدل 10/20 نحو 3,439 وهو ما يشكل نسبة 6.66%، وهي نسبة قريبة من عتبة النجاح في البكالوريا والتي أعلن عنها قبل أسابيع. تواصلت الضربات الجوية ضد مسلحي داعش في ليبيا، فيما أكدت القوات التابعة للمجلس الرئاسي أن الضربات الجوية شلت حركة تضريب الدولة في سرت على الأرض، لكن المقاتلين ما يزالون يتحصنون تحتها. نتابع. السعودي عادل أحمد الجبير
وتناول اللقاء تنمية العلاقات بين البلدين في المجالات التنموية. ونوه الجبير في تصريح صحفي بالعلاقات الثنائية بين السنغال والمملكة العربية السعودية، مشيدا بتطابق المواقف على مدى عقود بين البلدين، وذلك في مختلف المحافل الدولية حسب تعبيره. وكان الجبير قد أدى زيارة مماثلة لدولة مالي يوم الأربعاء الماضي، ويعد البلدان من الأعضاء الفاعلين في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والذي يضم 40 دولة. قال نادي الأسير الفلسطيني مساء الخميس إن 80 أسيرا من سجن ريمون سينضمون اليوم الجمعة للإضراب المفتوح عن الطعام إلى جانب زملائهم في عدد من سجون الاحتلال. نتابع. هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين تقول إن 41 أسيرة من ضمنهن 12 قاصرا تقل أعمارهن عن 18 عاما يعيشن ظروفا وصفتها الهيئة بالصعبة في سجن الشارون. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي الخميس أن إسرائيل تتعامل مع الأسيرات بطريقة مخالفة لكل القوانين والعرف الدولية، والهجمة عليهن مبنية على أسس عنصرية، داعية المؤسسات الدولية للخروج عن صمتها ووضع حد لهذه الجرائم المستمرة. الهيئة أكدت حاجة المرحلة المقبلة إلى مزيد من الجهد من أجل دعم وتعزيز الصمود الأسرى وإفشال الهجمة ومخططات جهاز الأمن العام الشباك والحكومة الإسرائيلية في قتل الأسرى وتفريغهم من محتواهم. وفي سياق ذي صلة، ذكر نادي الأسير الفلسطيني الخميس أن أكثر من 300 أسير داخل سجون الاحتلال يخوضون إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجا على قضايا مختلفة. وبيّن نادي الأسير أن 285 أسيرا من حركة حماس شرعوا بالإضراب المفتوح اليوم في سجني إشل ونفحة احتجاجا على الممارسات التنكيلية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال وقوات القمع بحقهم، ممارسات شملت الاقتحامات وتفتيشات اليومية بالإضافة إلى نقل عدد من زملائهم الأسرى وقيادات الحركة الأسيرة تعسفيا إلى سجون أخرى. ومن بين هؤلاء الأسرى بلال كايد الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 51 على التوالي احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري في يوم الإفراج عنه، وذلك بعد قضائه 14 عاما ونصفا في الأسر، وهو الإضراب الذي لقي استحسانا وقبولا من قبل 40 أسيرا من الجبهة الشعبية وهم الدفعة الثالثة لأفواج التضامن. ويخوض الأسرى الفلسطينيون المعتقلين تعسفيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي معركة البطون الخاوية احتجاجا على الممارسات التنكيلية التي تمارسها إدارة السجون وقوات القمع بحقهم. انتقل بشكل رسمي لاعب منتخب الشباب الحسن تقدي إلى نادي شباب ليفانتي الإسباني، ليكون بذلك ثالث لاعب موريتاني يلتحق بصفوف النادي الإسباني بعد اللاعب الحسن العيد رفقة علي عبيد. نتابع. أداء منتخب الشباب الهزيل الذي ظهر به في بطولة كوتيف الأخيرة يبدو أن اللاعب الشاب الحسن تقدي لم يستسلم كغيره من اللاعبين، بل إنه خرج من دائرة هذا الأداء والإخفاق. لعب منتخب الشباب وخسر في 4 لقاءات متتالية، لكن ابن مقاطعة تيارت حصد كل النقاط التي ضاعت على منتخب بلاده في هذه البطولة، حين لفت انتباه كل سماسرة هذه البطولة بأداء خرافي وفنيات كانت أكبر حجما منه ومن منتخب بلاده ونتائجه السلبية في هذه البطولة. الحسن تقدي ابن 17 عاما بدأت موهبته تظهر في أزقة وشوارع مقاطعة تيارت، حين كان يمارس هوايته المفضلة كغيره من أطفال الحي، لا ملاعب ولا نجيل ولا أرضية ملائمة، لكن حب كرة القدم زرع في داخله وهو طفل صغير لما كان يشاهد شقيقه الأكبر سيد أحمد والتقدي يعلو سهمه في الدوري الجزائري ومع المنتخب الوطني الأول، ولذلك صار الطفل على نهج الأخ الأكبر. حين يستلم الكرة ويراوغ يشبه إلى حد كبير فنيات شقيقه، ولذلك خرج الطفل مباشرة من أحياء مقاطعة تيارت إلى الملاعب الخضراء وبالتحديد أكاديمية الاتحادية الموريتانية لكرة القدم. هناك أبهر الطفل الجميع بفنياته العالية وارتدى مباشرة قميص منتخب بلاده،
ليصل إبداعه إلى كبار سماسرة الملاعب الأوروبية، فمثل هذه المواهب لا يضيع هناك تحت أي ظرف كان. واليوم تجدي في نادي ليفانتي الإسباني، ومن قبله الحسن العيد وعلي عبيد، والجميع عرف كرة القدم في الأحياء والأزقة بين الغبار والحجارة. ففي موريتانيا قد يقضي اللاعب بقية عمره يتنقل بين الملاعب الترابية لينتهي به الأمر جزارا أو حارس عمارات أو بائع رصيد. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. المنتدى يلوح بإطلاق حراك سياسي واسع احتجاجا على تراجع الحريات ويصف القضاء بغير المستقل. الوزير الأول يحيى والحدامين يدشن جسر كامور على طريق الأمل بولاية العصابة وسط البلاد. حركة أنصار الدين تبث شريطة لخمسة جنود من الجيش المالي مختطفين لديها في الشمال المالي. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة والنصف تتابعون حلقة جديدة من برنامج المشهد وتناقش الحراك الحقوقي بين كبت الحريات وسيف القضاء. التاسعة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. دمتم في أمان الله. أطيب المنى.